السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، وفيديو جديد على قناتي بيولوجي ويد مستر مصطفى السيد. وإن شاء الله النهاردة هنحاول نكمل بقية الشابتر 2. لو هنرجع مع بعض كده نعمل مراجعة سريعة، اتكلمنا في الشابتر الأولاني على الكمبليت دومينانت، وخدنا الفيرست وسكند لو بتوع مندل لو. والشابتر الثاني العلماء اكتشفوا ان مش كل الصفات بيتم توريثها بنفس الطريقه اللي مندل قال عليها، فقالوا انه في حاجه اسمها الانتراكشن اوف جين اللي هو تداخل فعل الجينات. والمره اللي فاتت في الفيديو اللي قبل ده اتكلمنا على الليك اوف دومينانس اللي هي حاله انعدام السياده، وانه ما في جين بيكون دومينانت اوفر ذا اذر، وان الاثنين بيشتغلوا مع بعض علشان يظهر لنا الصفه. ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه الصفتين التانيين في الانتراكشن اوف جين، اللي هي اول صفه الكومبلمنتري جينز، والصفه الثانيه الليثال جينز. الكومبلمنتري جينز هي عباره ببساطه كده قبل ما ناخد الديفينيشن بتاعها، هي عباره عن انه في صفه عندي والصفه دي اللي بيتحكم في اظهارها جينين اتنين، والجينين الاتنين بيشتغلوا مع بعض علشان يظهروا لي الصفه. فبطبيعة الحال انه في الجيل الاولاني الصفة هتكون الدومينانت 100% هي اللي تظهر، والجيل التاني الدومينانت والريسيسيف هيطلعوا مع بعض بس بريشيو اللي هي 9 to 7. طيب انت شفت الرقم بتاع 9 to 7 ده اللي هما مجموعهم الاتنين مع بعض 16 قبل كده فين؟ خدناها قبل كده في السكند لو بتاع مندل لما كنا بنتكلم على صفتين اتنين، وان الصفتين الاثنين بيتم توارثهم بيطلعوا الصفه الدومينانت في الاولاني بال 100% والجيل الثاني بيطلع لك 9 to 3 to 3 to 1. هنا نفس الفكره كلها برضو بنفس الطريقه، وهنشوف التوزيع بتاعها بيتم ازاي، بس هنا الاختلاف حاجه واحده. في السكند لو كنا بنتكلم على 2 character 2 traits، بنتكلم على صفتين اثنين، فبطبيعه الحال اللي بيتحكم فيهم 2 genes. هنا بقى احنا هنتكلم على 1 character 1 trait بس بتحكم فيها 2 genes. فلما نيجي نقول الديفينيشن بتاع الكومبلمنتري جينز، هي عباره عن ار ذا جينز ذات ورك توجذر تو ايمرج ا سبيسيفيك تريت هوير ذا انهيرتنس اوف ذيس تريت از كنترولد باي تو بيرز اوف جين. عندنا زوجين اتنين من الجينات، حلو. يبقى انا دلوقتي الديفينيشن انه هي عباره عن جينات بتشتغل مع بعض تو ايمرج علشان تظهر specific trait صفة محددة ومعينة، بحيث the inheritance of this trait is controlled by two pairs of gene. حلو. And emergence of dominant character depends on the presence of a dominant gene at least. يبقى أنا عندي two pairs، two pairs دول هعبر عنهم بحرفين مختلفين اتنين، وبيقول لك انه علشان اقول ان الصفة دي دومينانت لازم يكون من كل بير واحدة دومينانت. طيب كلام متوه معاك في المثال دلوقتي حالا لما نبدأ فيه، هبدأ اوضح لك هي ايه معنى الكلام ده كله. حلو. at least in this each in each pair. طيب where absence of any pair of a dominant gene or both will lead to disappearance of the dominant. طيب خلينا ناخد الصفة علشان انا عارف انه في كتير بدأوا يتوهوا من الديفينيشن. خلينا نبدأ. بيقول لك ايه؟ بقول لك the ratio of the first generation 100%، in the second generation بيكون الراتيو 9 dominant and 7 recessive. طيب المثال عليك، المثال تبقى عارف لي المثال اللي بيتقال قدامك ده اللي هي flower color in P flower plant. المثال عليك اللي احنا هناخده ده هو عبارة عن ال P flower plant وهناخد الكلر فيها. طيب ايه بقى المثال؟ بيقول لك سيدي عندك، لو انت عندك نبات ابيض ازهاره بيضاء ونبات تاني ازهاره بيضاء، حلو. لو جينا عملنا كروسنج مع بعضهم، عملنا فيرتلايزيشن مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ ركز بقى معايا في الديفينيشن. قال لك انه علشان اقول ان الصفه دي دومينانت لازم يكون at least one gene dominant. طيب انا دلوقتي عندي الاي اي ده ريفيرز تو وان جين، وعندي البي بي ريفيرز تو ذا اذر جين. يبقى انا عندي دلوقتي جينين، واحد اي اي وواحد بي بي، الاثنين دول هيظهروا لي صفه اللون في البي فلاور بلانت. طيب هل في عندك حرف على الاقل من كل واحد فيهم كابيتال؟ لا، هتكتشف انه عندك بس الاي كابيتال والبي سمول. طيب نروح الناحيه الثانيه، هتكتشف عندك واحد سمول وبي كابيتال. طب امال اعرفهم منين او بعرف ان الصفه دي دومينانت منين؟ بص يا سيدي، لما نيجي نعمل كروسنج مع بعضه هنيجي نطلع الجاميتس، هيبقى ناخد بما ان الحرفين دول شبه بعض هناخد واحد منهم، وبما ان دول شبه بعض هناخد واحد منهم، يبقى فيرست جاميتس عندي هيبقى اي بي. طيب
نجري التاني هنا A A و B B. بما ان الاتنين دول شبه بعض هناخد A small، وبما ان الاتنين دول شبه بعض هناخد B capital، يبقى عندي الجاميتس التاني A B capital. لما نعمل fertilization نعمل crossing مع بعضه هيديني A capital A small B capital B small. حلو، اللون اللي طالع لي ده اللي هو ده ال A capital A small B capital B small لونه ايه؟ قبل ما تجاوب انا عايزك تجاوب. الراجل في الديفينيشن قال لك انه علشان تظهر الصفه اتليست بيكون في جين عندي دوميننت. طيب بص هنا في واحد كابيتال، اه حلو، يبقى ده كده الجين الاولاني في واحد كابيتال بالصفه دوميننت. طيب بص التاني في واحد كابيتال، اه يبقى ده كمان دوميننت. طب اللون اللي طالع لي ده ايه؟ اللون اللي طالع لك ده كده لون بينك. طيب الحاله الوحيده اللي هتشوفها في كل مسائل الوراثه انه بيكون عندك تو ريسيسيف كاركتر تو ريسيسيف تريتس، يعني صفتين اتنين متناحيتين وبيدونا دوميننت كاركتر، هي حاله الكومبلمنتري جينز. ليه؟ لو انت بصيت هتكتشف ان الاتنين دول اي اي بي بي واي اي بي بي، الاتنين دول هم لونهم وايت اللي هم الريسيسيف كاركتر. لما جينا عملنا كروسنج مع بعض ادانا اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، اهي اللون ده بينك وهو ده الدوميننت. يبقى خدها قاعده كده وحطها حلقه في ودنك، الحاله الوحيده اللي هتشوف فيها تو ريسيسيف كاركتر لما يعملوا كروسنج مع بعض ويدينا دوميننت هي حاله الكومبلمنتري جينز. طيب لو انا جبت الفيرست فيليل ده وعملت له كروسنج مع واحد شبهه ايه اللي هيحصل؟ بص يا سيدي، واحد يقول لي مستر انا ما بعرفش اطلع الجاميتس، هنا اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، الاربعه دول شبه بعض ولا مختلفين؟ مختلفين. حلو، يبقى انت هتطلع لي فور جاميتس. طيب هنا وده اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، يبقى الاربعه دول شبه بعض ولا مختلفين؟ مختلفين، يبقى هتطلع لي فور جاميتس. يبقى انت هتطلع لي من ده فور جاميتس وهتطلع لي من ده فور جاميتس. لما تيجي تعمل مالتبلاينج مع بعضه المفروض الريزلت بتاعتك اللي هو السكند جنريشن اللي هو الاف 2 يطلع لك 16. طيب انت خدتها قبل كده؟ قلت لك انت خدتها قبل كده في السكند لو. طيب خلينا نشوف، لو بصيت هتيجي انه لما اجي اطلع الجاميتس احتمالات، احتمال ايه؟ انه الاي يجي مع البي كابيتال، او انه الاي كابيتال يجي مع البي سمول. حلو، ده كده احتمالين، او انه الاي سمول يجي مع البي كابيتال، او انه الاي سمول يجي مع البي سمول. ادي كده طلعت الاربع احتمالات اهم. بنيجي على التاني برضو نفس الوضع، الاي كابيتال احتمال يروح مع البي كابيتال، او انه الاي كابيتال يروح مع البي سمول. ادي احتمالين، اي كابيتال بي كابيتال واي سمول اي كابيتال بي سمول. الاحتمال التاني انه الاي سمول يروح مع البي كابيتال، او انه الاي سمول يروح مع البي سمول، اللي هم الاحتمالين دول. لو جينا بصينا مع بعض هتيجي انه هتيجي تبص لي في اول جاميتس ده هتضربه في الاربعه اللي فوق دول، هتعمل لهم كروسنج مع بعض، يعني هتعمل الاي كابيتال بي كابيتال مع الاي كابيتال بي كابيتال مره، وتعمله مع الاي كابيتال بي سمول مره، والاي سمول بي كابيتال مره، وتعمله مع الاي سمول بي سمول مره. طيب هيطلع لك ايه في الاخر؟ هيطلع لك انه عندك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، طلع لك 9 بينك كارر اللي هي الدوميننت كاركتر. طيب وهيطلع لك ايه تاني؟ هيطلع لك 1 2 3 4 5 6 7، وهيطلع لك 7 ريسيسيف كاركتر اللي هي اللون الوايت. طيب ركز بقى معايا، لو بصيت هتلاقي انه لو انا بصيت في الناين دوميننت كاركتر دول وحبيت اخد الكومن بينهم، اخد الكومن بين الـ بين الدوميننت كاركتر دول، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي انه الاي اي بي بي دي اتكررت قبل كده؟ لا. طيب عندي A A B capital B small A A A capital A small B capital B capital A small A capital A small B capital B small. وهاجي ابص على اللي تحت ده، ده اهي لو انا بصيت هلاقيها اتكررت قبل كده، اتكررت قبل كده فين؟ اهي. حلو، يبقى انا هاخد الكومن كده، كانك في الرياضيات لما بتشوف مثلا واحد يقول لك طلع لي المشترك ما بين الارقام دي اللي هي 1 1 3 3 3 9 1 1، هتيجي تعمل تاخد الكومن هتلاقي انه ال1 اتكرر مره فهتاخده، وهتلاقي ال3 اتكرر فهتاخده، هيبقى 3 هتاخد، تلاقي ال9 اتكرر فهتاخده، ده كده بيسموهم الكومن. فانا لو جيت بصيت الاقي انه عندي المكررين هتلاقي خمسة، لكن اللي مش مكررين تاني هم الأربعة اللي فوق دول. طيب ليه أنا بقول الكلام ده كله؟ علشان لما يجي يقول لك إنه أفينو طيب هاز فور جينو طيب، كلمة فينو طيب اللي هي معناها الشكل المظهري، الشكل اللي انت شايفه قدام عينك، انت شايف انه شكل الزهرة اللي قدامك دي لونها بينك، فده بيسموه الفينو طيب. طيب امال الجينو طيب ايه؟ الجينو طيب اللي هو التركيب الوراثي بتاعها اللي هو الحروف دي، الحروف اللي قدامنا دي. طب ما انت لو بصيت هتلاقي انه الاي اي وبي بي واي اي بي كابيتال بي سمول واي كل دول حروفهم مختلفين، بس كلهم في الاخر بيدلوا على ايه؟ بيدلوا على حاجه واحده بس، ان هو عندي بينك كلر. فلما يجي يقول لك افينو طيب هاز فور جينو طيب، يبقى هو اللون البينك ان بي فلاور بلانت. طيب بيجي يقول لك
فينوتايب هاز 5 جينوتايب مين؟ لو جيت بصيت هتلاقي عندك اللون الوايت، هتلاقي عندك 5 مختلفين، عنده 5 جينوتايب اللي هو ازاي؟ اهو عندك A كابيتال، A كابيتال، B كابيتال، B سمول، B سمول، ادي واحد. A كابيتال A سمول، B كابيتال B سمول، ادي اتنين. A كابيتال A سمول، B سمول، B سمول. A كابيتال A سمول، A سمول، B كابيتال B سمول. و A سمول، A سمول، B سمول، B سمول. طيب في حد تاني مختلف؟ اهو ده كمان. A capital A small B small B small و A A A capital A small B capital B small. لو جينا بصينا هتلاقي عندك المتكرر، لو انا جيت اشوف مين فيهم متشابه ادا واحد والشبيهة اهو. طيب مين تاني عندي متشابه؟ لو جيت بصيت هات التاني وشبيهة اهو. طيب مين عندي تاني متكرر؟ هتيجي تبص هتلاقي انه ده وشبيهة اهو. معنى كده انه في 3 عندي مشتركين وباقي عندي 5 هما اللي مختلفين. عشان كده ما يجي يقول لك فينوتايب هاز 5 جينوتايب، يبقى انت عارف ان هو الوايت كلر ام بي فلاور بلانت. ليه؟ لانه اللون واحد بس تعبيرات الجينيه بتاعته مختلفه، اللي هم مديني 5، الخمسه مختلفين بس بيعبروا على حاجه واحده اللي هو اللون. طيب كده يبقى خلصنا الجزء بتاع الكومبلمنتري جينز. طيب باقي لي الجزء اللي هو الليثال جينز. الليثال جينز ودي ترجمتها بالعربي معناها الجينات القاتلة. الجينات القاتلة دي بيقول لك ان هي لو تواجدت في صورة بيور، يبقى الشرط الاساسي عندي اول حاجة ان الصورة بتاعت الجينات تكون بيور، يا اما دوميننت يا اما ريسيسيف، يبقى لازم يكونوا عندي اما حرفين كابيتال يا اما حرفين سمول. ده كده اول شرط. طب الشرط التاني بيقول لك ايه؟ ار جينز وين دي فاوند ان بيور ستيت دوميننت اور ريسيسيف كوز هارمز تو ذا ليفينج اورجانيزم ريزلتنج ان ديسربشن اوف سام فايتال بروسس ليدنج تو ذا ديث اوف اورجانيزم ان ديفرنت ستيج اوف لايف. علشان كده بيقول لك انه اسمها ليثال جين، من اسمها كده اسمها جينات قاتله. معنى كده ان هي لو تواجدت في صوره دوميننت بس بيور، او صوره ريسيسيف بس بيور، وطبعا الريسيسيف كده كده بتكون بيور، بتعمل ايه؟ بتسبب harms to the living organism resulting في الاخر ايه بقى؟ او leading to ايه؟ to death. طيب عندك ايه انت مثالين في الكتاب؟ عندك شرح لك مثال على الدوميننت ليثال جينز ومثال على الريسيسيف ليثال جينز، ومديك مثالين تانيين تكملة ليهم. لكن المثالين اللي انا عايزك تعرفهم لي انه لو انا جيت بصيت هناخد دلوقتي في الدوميننت ليثال جينز، بيقول لك الجين اوف يلو فور كلر ان ماوس ان مايث. ايه بقى الكلام ده كله؟ بيقول لك اللون بتاع اللون الاصفر في الفئران، اللون الاصفر في الفئران ده، وبما ان احنا بنتكلم على الدوميننت وبما انه اصفر فهناخد اليلو. يعني لو انا شفت حرفين اتنين كابيتال واي واي، يبقى انا عارف انه ده ليثال جينز، ومعنى كده انه الفيتوس اللي جاي لي هيموت. طيب ناخد المثال، بيقول لك لو جبت لي اتنين فئران لونهم اصفر واي كابيتال واي سمول، اها دولت كده هايبردايزد مهجنين واي كابيتال واي سمول. اما نيجي نطلع الجاميتس بما انهم مختلفين، فانا عندي هنا احتمالين، يا اما الواي كابيتال يا اما الواي سمول، وهنا نفس الوضع الواي كابيتال واي سمول، اها واي كابيتال او واي سمول او واي كابيتال او واي سمول. لما اجي اعمل كروسنج مع بعضه الواي ده الاحتمالين، يا اما واي كابيتال يجي مع الواي كابيتال او الواي كابيتال يجي مع الواي سمول، اه ادي واي كابيتال واي سمول، والواي سمول الاحتمالين يا اما يجي مع الواي كابيتال او يجي مع الواي سمول، وادي الاحتمالين التانيين. بقى عندك واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول واي سمول واي سمول. طيب احنا بنتكلم عن الليثال جينز اللي هي في الاخر خالص ليدنج تو ديث، معنى كده انه في واحد من الموجودين دولت هيموت. طب هو مين؟ بما اننا بنتكلم على الدوميننت كاركتر، فاللي هيموت اكيد اللي بيحمل الدوميننت كاركتر بيور اللي هو الواي كابيتال واي كابيتال. حلو، معنى كده انه الريزلت اللي في الاخر خالص عندي النتيجه هتكون ريشيو ايه؟ هتكون ريشيو 2 يلو اند 1 جراي. اه معنى كده انه الريشيو عندي 2 2 1، ده كده بيسموها الدوميننت كاركتر. طيب عندي مثال تاني من الدوميننت كاركتر، قال لك الجين اوف بولدوج سترين ان كاتل. ده المثالين اللي تكون عارفهم. يبقى انت لما يجي يسالك ويقول لك اديني اكزامبل على الليثال جين او الدوميننت ليثال جين، عندك مثالين اتنين، الجين اوف يلو فور كلر ان ماوس ان مايس، او الجين اوف بولدوج سترين ان كاتل. طيب لو هو جاب لك مثال بتاع تو يلو مايس وعملت لهم كروسنج مع بعض، اللي هيحصل هتبقى عارف انه في واحد منهم هيموت من الفور جينيريشن، واحد منهم هيموت والثلاثه الباقيين هيعيشهم. طب نسبه الثلاثه الباقيين قد ايه؟ نسبه الثلاثه الباقيين واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول اللي هو 2 yellow 2 1 gray. طيب
في مثال تاني على الليثل جينز، بس في الحالة دي ريسيسيف، معنى كده انه الصفة لو قدامي ظهرت بالريسيسيف معنى كده انه الصفة دي هتموت او الجنريشن ده هيموت. طيب ايه المثال ده؟ بيقول لك الجين اوف كلوروفيل ابسنس الكورن بلانت، اللي هو جين الكلوروفيل اللي موجود في نبات القطن او نبات الذرة. المثال بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انا لو جبت نباتين اتنين، سي كابيتال سي سمول سي كابيتال سي سمول، النباتين دولت لونهم اخضر. طيب هو لما اجي اطلع الجاميتس بتاعهم عندي احتمالين، يا اما سي كابيتال يا اما سي سمول، وهنا نفس الوضع سي كابيتال سي سمول. لو جينا عملنا كروسنج في اربع احتمالات، يا اما سي كابيتال يجي مع سي كابيتال او سي كابيتال يجي مع سي سمول اهمت، واما السي سمول يجي مع السي كابيتال او السي سمول يجي مع السي سمول، وكده طلعت الاربع احتمالات. نشوف الاربع احتمالات، ادا واحد جرين وده برضو جرين وده جرين، واحد بيكون لونه وايت وبيموت. ليه بيموت؟ لانه هو قال لك انه دلوقتي الجين ده مش موجود. طب الجين بتاع كلوروفيل دي خدها المعلومه لنفسك، كلوروفيل ده المسؤول عن absorption of light of sunlight اللي بتقوم بعمليه الفوتوسينثايز في النبات. طيب معنى كده انه الجين مش موجود، يبقى النبات مش هيقدر يعمل عمليه absorption، فبالتالي مش هيقدر يعمل عمليه الفوتوسينثايز، فبالتالي النبات مش هيقدر يقوم بتحضير غذائه، فبالتالي النبات هيموت. علشان كده هم مصنفينها من ضمن الليثل جين، وعلشان كده محطوطه من ضمن الريسيسيف كاركترز او الريسيسيف ليثل جينز. ليه؟ لان هي لو موجوده بدوميننت زي دي كده، طب ما هو خلاص معنى كده انه الكلوروفيل موجود. لكن لو هي موجوده مش موجوده باللي هي بالسي سمول سي سمول، معناها كده ان هي مش موجوده، معنى كده انه النبات ما عندوش الجين بتاع الكلوروفيل، معنى كده انه النبات هيموت. فتيجي تبص على الريشيو هتلاقي الريشيو اللي قدامك هنا 3 اللي طلع كلهم اللي هي 75% لونهم كلر، و25% الباقيين لونهم وايت وبيموت، على عكس التانية الدوميننت بتاعت الفور كلر ان مايس. ليه؟ لانه اللي طلع لي كانت الريش 2 to 1، 2 يلو to 1 gray، وفي واحد كمان بيموت اللي هو البيور. لكن هنا في الريسيسيف كاركتر التلاتة اللي بيطلعوا لي بيبقوا واخدين لون الجرين، واحد بس هو اللي هيموت اللي هو واخد لون الوايت. طيب عندك مثال تاني على الريسيسيف كاركتر بس مش عليك البروبلمز بتاعته، اللي هي جين اوف انفنتايل دايمنشا ان هيومن، اللي هو العته الطفولي اللي موجود عند الانسان، والصفه بتاعته لو موجوده في الريسيسيف كاركتر بيموت. طيب اخر جزئيه قبل ما نخلص على الشابتر 2 عشان نقفل الدرس، علشان فيها كتير اسئله موجوده في الكتب الخارجيه، الجزئيه بتاعت الايفكت اوف انفايرمنتال كونديشن اون اكشن اوف سام جين. طبيعه الحال ان الجين لو موجود هيشتغل، هيظهر الصفه اللي هو مسؤول عنها. طيب هل بقى البيئه ليها تاثير؟ العلماء اكتشفوا انه في بعض الجينات التأثيرات الخارجية بتاعت البيئة بتأثر على الشغل بتاعهم، بمعنى انه الجين مش معنى انه هو موجود في وموجود وبيقوم بالصفة بتاعته او وزارة الصفة بتاعته انه ما يتأثرش بالعوامل الخارجية، لا ده هو محتاج العوامل الخارجية كمان علشان الجين يقدر يبين صفته، عشان الجين يقدر يشتغل. زي ايه؟ قالك انه انت لو جبت نبتين اتنين وحطيتهم، واحد في الضوء وواحد حطيته في غرفة مغلقة، وبدأت تسقيهم بانتظام الاثنين، وتسقي نفس الحجم اللي بتسقي مية هنا ومية هنا، بس واحد محطوط في الضلمة واحد محطوط في الضوء، هتكتشف انه اللي محطوط في الضوء هيبدأ يكبر ويخضر وينمو، تكتشف ان اللي محطوط في الظلام هيكتشف ان هو لونه بيتحول لابيض وبيموت. ليه يا جماعة؟ قالك انه الجين بتاع الكلوروفيل هو خلاص اوريدي موجود في النبات، ماشي. طيب لا، هو محتاج كمان عامل الضوء علشان يشتغل علشان يظهر. يعني معنى كده انه بعض الجينات بتتأثر بالانفيرومنتال كونديشن. علشان كده بقولك ايه، المودرن ريسيرش هاف بروفن ذات ذا اكشن اوف سام جينز از افكتد باي ذا فاكتورز سراوندينج ذا ليفينج اورجانيزم ان ساتش از زي الاير بوليتنز اند الاكسجين ديفيشنسي والاكسبوجر تو ريز، تعرض للاشعه، سام انفيرومنتال فاكتورز از لايت اند هيت اند تمبريتشر والإفكت أوف لايت أون أبيرنس أهوت في الكلوروفيل كاركتر إن جين بلانت. ذا جين ريسبونسبل فور كلوروفيل فورميشن إن جرين بلانتس نيدز لايت فاكتور تو شو إتس إفكت. معنى كده إيه الكلام ده كله؟ إنه الجين المسؤول عن
تكون الكلوروفيل في النباتات محتاج ايه؟ محتاج الضوء، محتاج عامل الضوء علشان يظهر تأثيره. يعني معنى كده انه مش لازم الجين يكون موجود، لا هو كمان محتاج حاجة كمان، حاجة بيئية تأثر عليه. وبكده اكون خلصت لكم الجزء الثاني من الشابتر 2، وان شاء الله هحاول انزل لكم فيديوهات على الأسئلة الصعبة والمحتاجة تفكير، وبعدين نكمل على الشابتر 3 عشان نخلص اليونت اللي ان شاء الله هتمتحنوا فيها في الشهر اللي احنا فيه ده. وشكرا لكم، متنساش السبسكرايب والشير. شكرا.